السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاثنين الموافق 1/11/1438 24/7/2017. هذه مكتبة الحكمي في الرياض متخصصة في تاريخ الجزيرة العربية، طبعا على شارع المدينة، شارع المدينة المنورة. أخوكم نايف الصنيده الآن أطلعكم على جولة على الكتب التاريخية. السلام عليكم. هذه مكتبة قديمة طبعا فيها أغلب الكتب التاريخية. تقريبا أغلب الكتب التاريخية وليس كلها. هذه مكتبة قديمة في وسط الرياض. جميع القبائل تقريبا أسعارهم مناسبة، فيها كتب نادرة. ممكن صاحب المكتبة يوفر لكم الكتب اللي غير موجودة، يوفرها لكم. هنا قسم أي كتاب 5 ريال. هذه مكتبة الحكمي، جميع القبائل وجميع الكتب عندهم أسعار مناسبة وجميلة، تعتبر متخصصة بالتاريخ في الجزيرة العربية، تخصص تاريخ.